هذا الفابرا كاسو، احنا نسميه الفابرا كاسو. هاي الخطة كانت الغاية منها الحضارة البشرية يحولوها إلى روبوتات. الفابرا كاسو احنا نسميه. وهذه الخطة كانت مدارة من كائنات سلبية تلعب من الغير المنظور. هاي الكائنات السلبية هي الأونوناكي والدراكونيان والزواحفيين. وهذه الكائنات لها تأريخ طويل عريض حقيقة بسيكولوجيات السيطرة. هذه الكائنات يشتغلون وياها الدولة العميقة، أو يعني هم يستخدمون بشريين. هذه الكائنات تستخدم بشريين في التمثيل. هؤلاء البشريين مهجنين جينيا بوعي دراكوني زواحفي أونوناكي، ويعتقدون هم أفهم الناس، هم ملوك الملوك. مدارين من هذه الكائنات. تاريخ الأرض وتاريخ الأكوان اللي قدم لنا أغلبه، ممكن نقول 99%، ممكن نقول مزور حقيقة. هذا البيج بانج، الانفجار الكبير، مزور. نظرية الإلكترون وسلوك الإلكترون والذرة أغلبها خاطئة. قوانين نيوتن ضعيفة خاطئة. أيضا الدين، هاي اللعبة الأخرى، الدين هذا سيكولوجية كبرى حقيقة. تقسيم الإنسان بفكر أنه هناك إله يراقبك، لازم تخضع له. هذا الإله هو إله دراكوني أو أنوناكي أو زواحفي. لأنه هنا أنت أي دين حتتبع؟ الإسلام، المسيحية، اليهودية، الهندوسية، كل واحد منهم يقول لك الدين مالي صحيح والإله مالي صحيح، وكل واحد منهم عنده الجنة مالته. تعبد هذا الإله، روح بالإسلام. عجيب هذا الإسلام، عجيب جدا. القرآن هذا فضيحة، يعني بزنس ديل، بزنس. صلي اعبد يعطيك ولدان مخلدون. حوريات، هذا مذكور بالقرآن. بزنس ديل، اعبدني، يعني هو يعبد هذا الإله. هذا الإله بالقرآن دراكوني. هذه الأديان مصنوعة من قبل كائنات سلبية تريد تقسمنا. قسمت البشر عن طريق سيكولوجيا الدين. اقرأ سورة الإنسان الآية 19، اعمل جوجل، اكتب سورة الإنسان بالقرآن، سورة الإنسان الآية 19. وحتى احنا من نقول يعني سوي جوجل، تدرون أنا شو أقول؟ أقول الله يستر من هذا جوجل، كله تجسس على الناس. هذا جوجل تجسس، فيسبوك تجسس،
جوجل شو مسوين مثلا؟ انت مو تفتح قناة، يقول لك للحفاظ، هذا جوجل، للحفاظ على السكيورتي من اجلك. يابا شو تريدون؟ اعطينا تليفونك وسوي تو ستيب فيريفيكيشن. يا سلام، تعطيهم التليفون ويسحبون كل الكونتاكتس والنمبرز والصور وتروح ما اعرف وين. وهذه جوجل ما كانت مع الانسان بهذا الفبركاسو. لو تعرفون اليوتيوب كم مسحوا من كلام الشرفاء، من اطباء وفلاسفه، مسح 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 بشكل رهيب. وماذا وضعوا؟ وضعوا الإعلام. وحتى من نقول الإعلام، كلمة إعلام، نقول يا كون احمينا من هذا الإعلام، يا كون، يا ملائكة احمونا من هذا الإعلام. هذا الإعلام من آلاف السنوات مدار من الدولة العميقة ومدار من الكائنات السلبية، ويبثون تزوير 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 تزوير. بالعلوم خلوا تزويرات. هذا علم السيكولوجي اصلا. سيغموند فرويد هذا من الدوله العميقه. دخلوها بالاحلام، ها؟ هذا جزء. بعدين اجوا على العلوم الماديه والانفجار الكبير. شنو الغايه مال الانفجار الكبير؟ احكي لكم. هو لا اكو لا انفجار كبير ولا انفجار صغير. هذا الانفجار الكبير سووا الاكوان كلها نيازك وصخور، واحذروا النيزك راح يضرب الارض، احذروا صخور كونيه متجهه باتجاه الارض، كلها فبركه. يعني يا انسان انت معزول، يا انسان انت وحيد بالكون، الكون كله متصحر. صحروا المريخ، المريخ بالمناسبه كله شعوب، يعني شوارع، مدن، ناس يحتفلون، احتفالات. هذا المريخ، الزهرة شعوب، يعني ناس، مدن، شوارع. نبتون كائنات كونية عظيمة تسكن بنبتون، بمعنى شوارع، مدن، حياة. صحروا الأكوان بنظرية الانفجار الكبير. وإذا الإنسان مثلا ترك الانفجار الكبير راح للدين، هذا الدين بعد دبل هذا، لأنه بزنس ديل. زين، هو هذا اللي يصلي بالإسلام. يعني أنت شلون تقبلها؟ يعطيك ولد، يعني أنت تدور ولد بالجنة؟ ما هو ولدان مخلدون، شنو المعنى؟ ولدان مخلدون شنو المعنى؟ فكر فكر فيها. اقرأ القرآن سورة الإنسان آية 19، خلينا نطلعها دقيقة. شو دقيقة؟ نسوي شير. هاي أمامكم. دقيقة، موجودة. وحتى هذا حاط له فيسبوك وواتساب، إذا تريد ولدان مخلدون روح على الموقع. تفسير الآية 19، تمام، 19 من سورة الإنسان. يا سلام. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منثورا. بزنس ديل هذا، صلي واعبد ويعطيك ولد، يعني تدور ولد أنت تصير. وحاطين التفاسير، يا سلام، هنا التفاسير. هذا التفسير الأول، هاي أمامكم، ها أها، هذا القرآن. هسه مو هو هذا الإسلام؟ خبصونا بالإسلام، هذا الإسلام. ويدور عليهم، مو ويدور على هؤلاء، هذه ها نطوخها، يدور على هؤلاء الأبرار لخدمتهم غلمان دائمون على حالهم. إذا أبصرتهم ظننتهم لحسنهم. يا سلام، وصفاء ألوانهم، يعني تدور ولد. طيب هذا التفسير الثاني، شنو هذا التفسير؟ تفسير الجلالين.
شنو يابا يطوف عليهم ولدان مخلدون بصفة الولدان لا يشيبون؟ وليش تعطيهم إياه؟ يعني شو يسوي بيها؟ شو يسوي بيهم؟ شنو شو يسوي يعني ينظر لهم؟ شنو يصفق وياهم؟ يحتفل وياهم؟ راح يشتهيهم هو؟ هذا غير قصدك أنت؟ لا يشيبون إذا رأيتهم حسبتهم لحسنهم وانتشارهم في الخدمة. وتفسير ابن كثير وتفسير الطبري. عندنا بالعراق سيدات روحانيات، فوحدة شو تقول لي مثلا زوجها إسلامي، يقول لها صلي صلي أنت كافرة أنت تركت الإسلام. قولي له زوجش، قولي أنت تدور ولد، دخل القرآن. هسه هذا مو القرآن، قولي أنت اقرأ. أتحدى أي واحد يسمع صوتي، أي رجال يسمع صوتي، هذا من يصلي يقدر يصلي هاي الآية؟ مو هو بالإسلام بالصلاة، صلاة الظهر والعصر والعشاء، روح صليها. قولي له، قولي له زوجش، قولي له أنت تدور ولد، هيك قولي له بوجهه. ليش احنا نحكي هذا الأمر؟ ما هو السبب؟ لأن عشنا يا شبابنا يا أحبانا، عشنا تزويرات كبيرة. لو تعرفون الكم الهائل آلاف من السنوات من التزويرات، أنت مو تنصدم مرة ومرتين وألف، ملايين الصدمات. هذا دع السبتمبر فيك، دع السبتمبر طائرة، ماكو طائرة ضربت البرج. كانوا يريدون ها يدخلون قصة الإرهاب، يعني هو تخويف الناس، اخترعوا هاي القصة. شاهدوا طيار محترف في مجال الطيران ومختص بالمجتمعات السرية اسمه جون لير، راح نعرضه لكم هسه. هذا اختصاصي بالطيران، اختصاص. يقول ماكو طيارة ضربت دع سبتمبر، ماكو هذا الشيء. هذه الطيارة مصنوعة بتكنولوجيا سي جي اي وتكنولوجيا الهولوغراف. كلامه يعني هاي الطيارة اللي دوخوا العالم بيها على اساس ضربت البرج، هذا سي جي اي، يعني ماكو هيك شيء، ما موجوده، فيك، تزوير. جوجل تتجسس، فيسبوك يتجسس، هذا السي اي اي يسموه، تمام. هذا هاي المنظمه تجسس من منشأها. هاي سي اي اي، اسامه بن لادن هو المجند مالهم، والسي اي اي هم اللي عملوا داعش. تجنيد، فبركه، تزوير، عيشوا البشر آلاف من السنوات، جرت. خلينا نرجع جون لير، شاهدوا أمامكم دقيقة، خلينا نسوي شير، أعطوني مجال شبابنا. هذا أمامكم، شوفوا بكلامه، يلا يلا نسمع. What, the crash in 1947? Apparently. So, and that's substantiated by Dan Beerish over and over again. So that's a hologram, you know, technology, right? So the reason I tell you that is so because they back engineered it. On ATS, when I first went there, one of the things I talked about was, you know, there were no planes on 9/11. There okay, was no this is at this is really there was kind of no airplane stuff. At Pentagon. There was no airplane at the World Trade Center. And I'm telling you, when I started talking about holographs, the descent, I mean, the crush
of guys that were out to kill me. I mean, it was amazing. There was like 20 guys. You're nuts. You know, this is absolute. You know, you're doing a disservice to the 9/11, you know, movement, you know, to find out the truth. You know, you talk about that. No, he's going to be. But the fact was, it was a holograph and it was CGI. And right. So can you take us through that? Take us through why you think that's true and how you got, I mean, you're a pilot. You certainly have, you know, a vote in whether those planes had the capacity to hit those buildings, because our Henry Deacon has told us some very interesting things also about those planes. Actually, he thinks they're remote controlled. I don't know if that's true, but basically that planes don't have the ability to actually steer into buildings at that level. I mean, I'm not a pilot, so I don't understand the logistics. But how did you come around to this? Okay, first of all, we're going to talk about Flight 11 and 77 didn't exist in the beginning. The Bureau of Transportation Statistics has no record of them taking off, has no, you know, so let's forget about them because they did not exist. So now we're just talking about 175 and Flight 93. Flight 93 allegedly crashed at Shanksville. Anybody who has any background in accident investigation or any background at all can't possibly believe an airplane crashed. There was no wreckage. It just simply could not happen. Okay. As far as 175 crashing into the South Tower, I just recently put in a call to Pan American Flight Simulator in Miami to see if I could rent a. حتى هذا أسامة بن لادن فهذا مجند من CIA، هذا ممثل كبير داعش، جايبيه CIA ونصبوه، وهذا يعني هذا ما يسمى داعش، أغلبهم ممثلين. نعم، ممثل يعني يحكي عربي، يلبسوه الغطاء الإسلامي ولحية وطب روح. الأونوناكي يديرون هاي العمليات، الأونوناكي، كائنات الأونوناكي لحد الآن كجسم بيولوجي الأونوناكي موجودين مع المجتمعات السرية يشتغلون. أحد أحفاد إنليل هذا يشتغل ويا الماسونين، أو هو ممكن الكبير مالهم. والأونوناكي أجسام ضخمة، هم يتميزون بأجسام ضخمة، فحفيد إنليل هو هذا اللي يعبدوه، ها، اللي يبجلوه، واحد منهم هو هذا يدير الفبركات، أو مجموعة منهم موجودين، بس ما أعتقد بهاي الأرض الصغيرة، يعني هاي أرض ما أعتقد. هذا حفيد إنليل موجود بالانتركتيكا، هذا اعتقادي الشخصي، ويتبعوا الماسونيين. وهذا ذهبي، يعني شكله يعني أمامك حفيد إنليل ضخم، كلمة ذهبي نقصد إشع ذهب. نعم، حتى يختفي ما أعرف شلون يسوي تكنولوجيا الهولوغراف، لأنه الأونوناكي قسم منهم كانوا يتناولون الذهب، ممكن هذا يصدمكم، فهو عنده القابلية يشع ذهب أو يشع ضوء، وذولا يعبدوه. هذا الأونوناكي مؤسس اليهودية والمسيحية والإسلام، هم مؤسسيها، والعبادة بتاعتهم يهوى الله هاي كلها تروح لهم. كلمة الله أونوناكي، يهوى أونوناكي، هي هاي تروح لهم. العهد القديم هذا استنساخ مال القرآن، هو نفسه جايبيه العهد القديم حاطيه بالقرآن، موسى وداود كله نفسه حاطيه بالقرآن. وإنليل هذا هو اللي سوى الطوفان، هذا اللي مذكور بالقرآن على أساس الله غضب على القرى
الإله الحقيقي ما يغضب على القرى، الإله الحقيقي هذا إنجيل في وقتها الحضارة البشرية تطورت، هو حس الحضارة البشرية عارضت حكم الأوناناكي. في وقتها هناك نوعيتين من الأوناناكي، نوعية ويا البشر ونوعية ضد البشر، تمام؟ اللي ويا البشر من الأوناناكيين يدرسون البشر العلوم الكونية والروحانيات، إنليل حس بهذا، إنليل ضد البشر، إنليل اللي سوى الطوفان ومسح كل المعلومات اللي تخص تواجد الأوناناكي بالأرض، لأن الأوناناكي توسع ملكهم وصلوا إلى الهند، حتى آلهة الهند دول أوناناكي، الفراعنة المصريين أصولهم أوناناكي، السومريين آتين من الأوناناكي، أقسام منهم يعني، أقسام من الفراعنة، أقسام من السومريين، أقسام من الهندوسيين، أقسام حكمهم حكم الأوناناكي توسع وصل إلى الهند. فهذا إنليل استخدم بوقتها أسلحة نووية وربطوها على أساس الله هو اللي هذا يعني غضب على هذه القرى. لا، اللي بالقرآن، هذا اللي بالقرآن مذكور خطأ. الحقيقي إنه إنليل اللي ضرب هاي القرى. والأوناناكي زوروا الكثير الكثير من الوثائق والمعلومات، أخفوها هناك بالعراق، مركبات كونية في أعماق العراق، بالخليج مركبات كونية، وثائق، الأهرامات، تحت الأهرامات أنفاق كثيرة جدا جدا، وفيها كثير من الأسرار ما نعرفها. الأرض قبل مليونين سنة، لو تزورون الأرض قبل مليونين سنة تنصدمون، تشاهدون حضارة عظيمة، تكنولوجيا متطورة، مركبات كونية صاعدة نازلة، كائنات كونية تعيش بالأرض. هاي الأرض قبل مليونين سنة، مو ربطوها بالعصر الجليدي والانفجار الكبير و الإنسان أصله آتي من البحر، وكان تمساح وسماك وبعدين أصبح قرد، يعني هذه نظرية التطور كلها فبركة. الغاية يريدون يعزلونه. شاركوا هذا الفيديو، هذا الفيديو نزله بقناتك، انشره بالتيك توك، انشره بالتيك توك، لأن هذول جوجل يتابعون. يا سلام، جوجل وفيسبوك لو تعرفون بهذا الفبركاس وش قد مسحوا قنوات. هسه هم شو مسوين جوجل؟ يعني موجودة هذه بجوجل باليوتيوب، شوفوها شوفوها جيدا، ركزوا عليها بكل اللغات. إذا واحد يجيب مثلا كلمة أوناناكي تحت الفيديو، يعني واحد يحكي على الأوناناكي باللغة الفرنسية، الإنجليزية، العربية، فاكو روبوتات تجيب الأوناناكي، وكو تحت اليوتيوب تحت الفيديو مباشرة، بس تقول الأوناناكي بأي لغة بأي لفظ، اكو روبوتات تمسكها وحاطين جوا الكونتكست وويكيبيديا يشرحون الأوناناكي. ويكيبيديا مزورة بالمناسبة، أنا أبد ما أشوف ويكيبيديا الآن، إطلاقا ما أزور ويكيبيديا. وأريد أقول لكم إذا تشوفون ويكيبيديا ويقول لك ادفع عنا $5، لا تدفع. وحتى ممكن شي مسوين يقول لك لا تسوي سكرول داون، ادفع، لا تدفع، لأن ويكيبيديا ما كانت مع الإنسان وما كانت مع البشرية ومع الحضارة البشرية بالفبركاسو، شوهوا كثير كثير.
ويكيبيديا اللي ما يعجبها يحشون عليه، يقول لك نظرية مؤامرة، هاي بالويكيبيديا نظرية مؤامرة، يدعي العلماء والفلاسفة والروحانيين اللي تحدثوا نظرية مؤامرة هاي بالويكيبيديا. وأكرر، الويكيبيديا شوهت الكثير من ها يعني أصحاب الكلمة الشريفة، كتبت عليهم خطأ وهم ما يعرفون، يعني هم جابوا البروفايل ماله وغيروا هاي ويكيبيديا. فجوجل شو مسوية؟ انت مثلا تحكي على اولوناكي جو مباشره باليوتيوب، موجود بالانجليزي بالعربي بالهندي، كونتكست ويكيبيديا اولوناكي، يريد يربطوها على اساس هي ميثولوجي. يا جوجل انتوا ليش ما تخلون الناس تشتغل؟ هسه طوها نفس خليه يتنفسون، مو الناس تركتكم وراحت على التيك توك. روحوا على التيك توك هسه، روحوا على التيك توك شباب، حملوا برامجنا كلها، حملوها وحطوها بالتيك توك. مو هسه الناس راحت للتيك توك، خلوا الناس يا جوجل تتنفس، خلوهم ينشرون. احنا هسه جاي نعيش بعصر حرية الكلمة، اللي واحد ما يعجبه كلامي لا يشوف قناتنا، ليش يشوفه؟ لا يشوفه. اللي ما يعجبه كلامي هسه انت شنو مجبور يشوف قناتي؟ لا تشوف قناتي، روح لغير قناة، ملايين من القنوات انت اللي يعجبك شوف. احنا نحكي لان احنا جاي نعيش بعصر انكشاف المعلومات، نريد نعرف حقيقتنا احنا منين جينا. هذا مو حقنا، حقنا لو مو حقنا هذا. هسه انا اريد اعرف يابا انا منين جاي، انا شنو موجود بالارض، انا شو اسوي، زين شنو القادم بحياتي؟ تجيبون فبركات علي وتفبركون اوكرانيا وروسيا فبركه، اسرائيل وغزه فبركه، بعدين خلصت طافرين على اسرائيل وايران وحتى تخلص، وشنو هالمعنى؟ هاي فيلم ارجع قبل 100 سنه، الصحف قبل 100 سنه ماليها الصحف العثمانيين والبريطانيين، العثمانيين والبريطانيين، وهاي هيش سووا وهذا هيش سوى. خلصت السالفة مع الحرب العالمية الأولى، حولوا عن النازيين، هتلر والنازيين، هم النازيين مصنوعين من المجتمعات السرية، النازيين تعاملوا مع الزواحفيين، وهتلر هذا ما منتحر، هتلر هرب إلى الأرجنتين وعاش، قسم يقولون عاش إلى أعوام الستينيات من القرن الماضي، قسم موجودة يعني هاي القصص، هتلر عايش إلى قسم يقول عاش إلى الستينيات، والقسم الآخر أعتقد يقولون أعتقد قالوا أنه إلى سنة التسعين ممكن عايش، بس ما بقى بالأرجنتين، هو راح أيضا الأمريكا، هتلر راح الأمريكا وأعتقد بعدين رجع إلى أمريكا اللاتينية، بس هو عايش. هاي قصة انه هو منتحر فبركة كبيرة، لا منتحر ولا شيء. النازيين من تأسيس ها المجتمعات السرية يدوخون الناس، هي هاي كل القصة، دوخوا الناس بالبعثية، هاي البعثية وميشيل عفلق وصدام حسين والعروبة، هاي كلها مجتمعات سرية ماسونية. القضية الكردية وجابوا القضية الكردية وجزأوا العراق، هاي القضية الكردية يا أكراد افهم، يا كردي يا أخي افهم، هم شنو يحبون الأكراد؟ قسموا العراق، هم مو مسألة حب الأكراد، هم تقسيم شلون الدين سووه كردستان. أني يعني بالعراق مثلا تقول أنا وين رايح؟ يقول لك أروح الكردستان. شنو كردستان؟ ليش كردستان؟ هو العراق واحد، أنتوا ليش تقسمون؟ يوغوسلافيا القديمة قسموها سووها هم اسلام ومسيح، السودان قسموها، هسه الانسان ما يشوف كل تقسيم ما يعني فكر فكر فكر، قول منو هذا اللي جاي يشتغل هاي الشغلات؟ وربطوها نظريه مؤامره، يعني السودان نظريه مؤامره، تقسيم العراق نظريه مؤامره، يوغوسلافيا نظريه مؤامره، هسه هاي جاي نشوفها. غير اكو واحد جاي يشتغل، هذا الواحد هو الأوناناكي، لأن حكمه الأرض
حكمه والارض والاوناناكي واحد منهم او مجموعه موجودين بالجسم يشتغلون ويا الماسونيين، والماسونيين يجب ان يطيعوهم. اخبار الدوله العميقه الان يعيشون انقسام. الدوله العميقه قسم منهم صحى ترك، قسم منهم هرب، يعني هم يعيشون فوضى. السي اي اي ايضا قسم منهم يسموهم الوايت هات، قسم منهم صحى كتب موجوده كتبهم، وقسم هرب وقسم متورط وقسم خائف. فهي كل منظمه حتى جوجل بها الوايت هات وبها البلاك هات، فيسبوك بها ناس طيبين وبها ناس مو ويا البشر، ما اريد نقول مو طيبين، مو ويا البشر. وبكل منظمه اكو ناس زينين واكو ناس مو زينين، هاي موجوده حتى بكل الاكوان موجودين، ناس زينين ناس مو زينين. دراكونيان اكو دراكونيان ايجابيين واكو دراكونيان سلبيين، اوناناكي اكو سلبيين واكو ايجابيين، وهكذا امشي حتى بالبشر. لكن احنا نريد نفهم، نريد نعرف، مو هاي حياتنا. بس هاي مو حياتك انت، مو تريد تفهم، انت غير جاي تعيش. ما معنى اعيش اني، ما معنى انا اعيش؟ يا ريت اعرف هسه، حقي اعرف ولا مو حقي اعرف؟ ليش جوجل تريد تتجسس؟ ليش يعني ليش يزيلون قنوات؟ باي حق يزيلون قنوات؟ ازالوا قنوات صحفيين دكاتره وحطوا الفبركات. You see؟ فاحنا هسه بعصر المناقشه، عصر نريد نفهم منو اللي جاي يشتغل، وراح يصير انكشاف اكثر واكثر واكثر، والناس راح تعرف انه كم كانت الناس ملعوب عليها بالدين ها وبالعلوم. هاي العلوم الماديه كلها 99% كلها فيك، للالكترون شلون يشتغل والذره وتقسيم الذره كله مو صحيح. مو هو العالم، هذا عالم الفيزياء. انت شلون جاي تريد تقيس سلوك الالكترون وانت جاي تعيش وانت فاصل الابعاد الخامس والسادس والسابع والعاشر، تقول ماكو. زين شلون راح تفهمه؟ زين هذا شلون صار الالكترون؟ شلون صار اجى بوب هيك اجى؟ يعني هم يدرسون الالكترون، هو يقول لك اني مادي ملحد. زين انت شلون راح تفهمه وانت ما جاي تعطي تفسير هو شلون صار؟ احنا شلون صرنا هيك فجاه اجينا؟ احنا البشر يعني بوب، وولدت انت هيك بالعراق وبمصر؟ شلون صرت انت؟ شلون اجيت انت؟ بالحقيقه انت شنت عايش؟ نعم ملايين من الحياتات انت شنت عايش، والا شلون انت صرت اجيت هيك راسا؟ يعني راسا شفت نفسك بمصر؟ شلون صارت هاي؟ فهذه كلها اخفيت، حطوا يوم القيامه المهدي ها، علامات الساعة، إذا تركوا الدين تمام تورطت الناس بالإعلام، إسرائيل غزة، إسرائيل غزة، روسيا أوكرانيا، فابركاسو ما أعرف شنو يجي دو 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 دو. ها لف 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 آلاف من السنوات يجيبون الكم الهائل ويحطوه بوعي الإنسان. ليش الجواب؟ أنا أقول لكم ليش. الكائنات هاي تريد طعام، طعامها البشر، كائنات جائعة. فهناك طقوس الشيطانيين يأخذون بشر، طقوس الشيطانيين معروفة هذه، يأخذون بشر ويطوها لهاي الكائنات. وهذا القربان بعيد الأضحى هذا كله غلط بغلط بغلط. ليش؟ لأن هذا يقدموه للأوناناكي للدراكونيان. فهاي الكائنات جائعة طاقة، وأنت تطيهم هاي الطاقة عندما تقلق، تخاف، تبكي، تحزن،
عندما يقسمون الناس، عندما يحطون حروب، آلام، ترتاح هي هاي الكائنات، هو هذا طعامهم. قسم منهم صحة، هناك هناك صحة إيجابي، ترك، تورط، تندم. قسم من أصحاب الدولة العميقة صحوا أيضا، تركوا هاي الأمور. فهسه الأرض مفتوحة، مفتوحة، والقادم بالأرض جميل جدا جدا جدا. القادم بالأرض تغير كبير بالنظام المالي وبالسياسي، الدين ينتهي، جوجل ينتهي بالمناسبة، فيسبوك ينتهي، لأنه ما كانوا مع الإنسان. وبداية عهود جديدة عظيمة. ولهذا يا أخي كل واحد يسمعني، تبني بفكرك، أنت روح أبدية تبني بفكرك، أنت قوة تبني بفكرك، إحنا كنا واحد، إحنا كنا عائلة واحدة، تبني بفكرك الحب الأبدي، تبني بفكرك أن جيرانك أخوك، وأن الصيني أخوك، وأن اليهودي أخوك، وأن المسيحي أخوك، وأن المسلم أخوك، وأن الملحد أخوك. كنا أخوة وخوات، وكنا نعيش المحبة. وهذا كل اللي حدث كله ينزال، ويعني حتى يضعوه هيك بمتحف، يصير من الماضي ينتهي، والقادم الصعود الكوني، يكون أنت عندك مركبة كونية تسافر بها من بغداد، من القاهرة، وين أنت سعايش، إلى المريخ، إلى أعماق الأكوان. يحدث هذا، وهناك كائنات إيجابية حقيقية عندها جدية عالية جدا، حتى يشتغلون ويا CIA، بس كائنات إيجابية يسموهم الوايت هات، موجودين. تغير كبير، احنا جاي نشهد صعود الوعي الكوني وانتشار الحب وانتشار السلام. فأنت كون من أصحاب الحب ومن أصحاب السلام ومن أصحاب الكلمة التي تدعو دائما للحب وللسلام. أشكركم شباب، تقبلوا تحياتي.